أشاد الرئيس السيسي بدور القيادي للنرويج في التعامل مع التغيرات المناخية. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والخاص بشركة سكاتك النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش القمة العالمية COP27 للمناخ بمدينة السلام شرم الشيخ. أشيد بدور القيادي للنرويج في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع أثاره، والذي يتضح في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر. ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. ولحاجة التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.